آلة تربية. كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس علم وحلم، ومرب الشاب لا يقدرون على مجالسة الشاب وتعليمه وتوجيهه إن لم يتمكنوا من خصلة التؤابة، وهي من خصال النبوة كما سبق ذكر ذلك في الحديث الشريف. التؤابة لغة الرزانة والتريث وما في معناهما من أخلاق الحلم والصبر والتحمل والأناة وضبط النفس وطول النفس وأهلية تحمل المسؤوليات والاستمرار في الجهاد. هذه بعض المقتطفات، وإن كان لدي منها الكثير، مما أورده المرحوم عبد السلام ياسين في كتابه المنهاج التربوي أو المنهاج النبوي، وفي كتبه الأخرى تأكيد على كثير من هذه المعاني. لكن لن يغفل أحد أنه دائما يحاول أن يربط حركة الإنسان المسلم وحركة العضو المسلم وحركة الحركة الإسلامية عموما، وهي تعمل في الواقع وهي تتغير مطلب العدل، أن يربطه بمطلب الإحسان، وبأننا جميعا في آخر الأمر وفي آخر المطاف سنؤول إلى الله سبحانه وتعالى، وآنذاك ستوزن أعمالنا بميزان دقيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لنكون ناجحين مفلحين في ذلك اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.